سلام مشتاق لأنفاس الكلام انت وين سلام سلام قول 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 واتدلل وامر ايه امر وش تبيك قول واتدلل وامر ايه امر وش تبيك ياللي يحييني حنيني الله يخليك وانا انا مشتاق لسلام وابتسامك ضيعينك عينك عينك خلي في بحرك غرام ضحكتي لك مركبي صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده نعمل ايه؟ النهارده 8 6 بنعمل ايه؟ نتمشى فين؟ 6 2021 مش 6 2020 نروح فين؟ بارك ولعب اطفال ووريتكم ناس وشفتم. طب ايه رايكم نمشي في الشارع؟ صح؟ نمشي في الشارع ونتكلم مع بعض. طيب انا في موضوع انا ما اتكلمتش فيه كتير اللي هو موضوع ايجارات الشقق في المدن. بص يا حبيبي حسب عملك، يعني لو انت عملك بعيد عن المدينه اكيد انت هتسكن في مكان قريب من مكان عملك، والموضوع ده بيرجع للمكان اللي انت متواجد فيه او احتياجاتك او عائلتك. ما هو انت مثلا ما تكونش ساكن مثلا في العاصمه كيف وبعدين تروح تدور على شغل في مدينه خاركوف، لا. يعني زي ما انتم شايفين المباني ورايا، بصوا ده الشكل بتاع المباني هنا في اوكرانيا، بيت ضخم قوي كان ضخم ماشي. سبحان الله تلاقيهم بنينه دورين ثلاثه كبيره، بس بيجوا يبنوه في الاخر بطراز مايل عشان السلوك والامطار. ما هو انت بتسلم نفسك حسب اجواء بلدك، فهمت؟ فنرجع لموضوع ايجارات الشقق في مدينه خاركوف. الايجارات يا جماعه انا بشوف في الفيسبوك، انا مش سمسار فانا هبقى جاهل بالموضوع ده، ولكن انا بشوف في بعض الجروبات ناس بتعلن عن شقق، شقه استديو اوضه والمطبخ وحمام بيبقى مثلا حاطط 270 دولار في الشهر، يبقى في ناس حاطه 250، في ناس حاطه 200، في ناس حاطه 170 دولار في الشهر ماشي، في ناس بتبقى حاطه 2000 3 و4 و10 حسب امكانيات وحجم الشقه وحسب التوضيب اللي داخل الشقه. يعني هذه الامور حسب مدينتك، عشان كده انا ذكرت لك لو انت شغلك في مكان ما اعتقد ان انت تبحث عن سكنك داخل هذا المكان، مش هتبعد عنه. ليه مش هتبعد عنه؟ هقول لك ليه. اولا انت عشان تسكن في مدينه بعيد عن مدينه عملك خلي بالك انت ممكن تاخد ساعتين ثلاثه مواصلات، تخيل، وزيهم ساعتين ثلاثه مواصلات وانت راجع، وعلاوه على ان انت بتدفع فلوس في المواصلات دي هتبص تلاقي نفسك حياتك مشتته بين مجهودك وبين مصاريفك اللي هي عبء عليك. لكن انت لو اخترت مكان عملك يكون قريب من سكنك هتفتح ليه؟ لاني توفر حاجات كتيره قوي، اولهم مجهودك واولهم الفلوس، وده اهم شيء. لان انت مش معقول هتبقى شغال بمرتب مثلا 100 جنيه تصرف لك مثلا 30 جنيه في الشهر مواصلات بس وعاوز توفر، انت فاهم؟ غير اكلك غير شربك غير لبسك غير حياتك الشخصيه وهكذا الامور، غير ايجار بيتك
انا بمثل لكم بال100 جنيه يا جماعه، فاهم؟ انتوا ناس بتفهم واكيد فاهمين كلامي من غير ما اقعد ازيد واعيد فيه. فانت لو محتاج ان انت تسكن حسب المدينه اللي انت هتنزل فيها، حسب المكان اللي انت هتعيش فيه انت وعائلتك. خلي بالك لما بقول لك انت وعائلتك، ما ينفعش تسيب عيلتك تسيب اولادك وتسيب زوجتك وتروح بلد تانية. طب هتسيبها لمين وانت بتغيب عنها مثلا بالسنه؟ هتسيبها لمين؟ طب زوجتك دي متاكد ان هي لا يعني، يعني هيبقى فيه في قلبك شك ان ممكن لربما تكون اتعرفت على واحد. انا بتكلم على المجتمعات دي، لربما كذا لربما كذا، وكتير امثله بنسمعها حتى هنا في اوكرانيا. فانت ازاي هتسيب عيلتك وتقعد صلنطحي او سوري يعني هتبقى عمال تلف في البلاد؟ لا، لازم تبقى جنب اسرتك عشان تطمن عليهم، بدل ما تلعب بدلها وبعد كده ترجع تعيط وتقول لعبت بدلها. ما لعبت بدلها عشان انت هاملها وسايبها وداير عمال تلف، فهمت؟ فنرجع للموضوع بتاعنا، لازم تكون جنب اسرتك. لما بتكون جنب اسرتك انت بتطمن عليهم، بيبقوا تحت نظرك، ماشي؟ هنا عندنا اصل في الصعيد، مراتي ما تنامش بره بيتي، لو غابت عني ساعه ما تلزمنيش وانا ما اعرفش، فاهم؟ ولكن هي دي الحقيقه بجد، ان انت تخلي اسرتك تحت جناحاتك، مش تبعد وتقول انا هشتغل وهجمع فلوس، يا اما تنقل اسرتك دي تخليها جنب شغلك تبقى مطمن. خلي بالك العيشه في وسط الزوجه والاولاد والاسره، انت نفسك في الاكل بتوفر، والله زي ما بكلمك كده انت نفسك بتبقى مرتاح نفسيا، بتاكل اكل دايما فريش وطازج، واخد بالك؟ فبتبص تلاقي نفسك حياتك فيها تنوع. لكن لو واحد عزبنجي هتلاقيه في المطعم ده شويه، هتلاقيه اكل اي كلام دي شويه، هتلاقيه يعمل اكل اي كلام ممكن، هتلاقيه عنده عك دايما في حياته، فاهم؟ حتى في الاكل القصه كلها مش في السكن، فاهم؟ فانت حضرتك لو بتسال على سكن في اوكرانيا هتلاقي كتير قوي، وفي مواقع بتعلن عن ايجارات الشقق منهم اوليكس، ويمكن انا قلت ممكن تخش عليه ويكون معاك حد وتروح وربنا يكرمك وتأجر الشقة اللي جنب عملك، أنت بتدور في نطاق محل سكنك، فهمت؟ عشان ما تتعبش. ده بالنسبة للإيجارات. هكلمكم على حاجة بقى أخيرة بالنسبة للناس اللي عاوزة تيجي سياحة. ودايما يقول ويسأل يقول لي خالد أنا لو جيت سياحة شهر قد إيه يكفيني إيجار شقة؟ أنت فاهم غلط. وأي حد بيسمعك دلوقتي أو بيسمعني دلوقتي أكيد طبعا مش هيبقى معاك وهيقول أنت محق في كلامك. ليه؟ لأن أنت كسايح جاي مثلا شهر، ماشي؟ فانت جاي انت وعائلتك، من شروط السفاره ان انت تكون حاجز فندق مؤكد. واول ما بتخش اوكرانيا هنا عندك خيارين براحتك، ان انت تسكن في الفندق وتكمل فيه او تشوف لك شقه تقعد فيها انت واولادك. بالنسبه للعائله ان انت تدور على شقه وتسكن فيها هتلاقيه سهل برضو في مواقع كتير في اوكرانيا، او تشوف سمسار وربنا يوفقك، وما اكثر السماسره هتلاقيهم هنا في اوكرانيا يجيبوا لك شقه وتقعد فيها انت واولادك. او انت بقى عاوز تعتمد على نفسك حضرتك دور بنفسك، فهمت؟ ترجم وعيش، ربنا هيسهل لك الحال. هتروح الشقه هيأجروا لك الشقه وسلام عليكم. بس لازم تبقى عارف ايه هتدفع، مرافق ايه الحاجات دي كلها لازم تبقى انت عارفها وعلى بينه بيها. ده بالنسبه لموضوع ازاي اجر شقه او ايجار الشقق في اوكرانيا. قلت لك من اللي تحت خالص، من المستوى اللي تحت خالص. في مستويات اكبر من كده واكتر من كده كتير ومنتشره، حسب موقع الشقه، حسب قربها من المترو، حسب المكان والعماره، فاهم؟ هتلاقي عماره اي كلام، هتلاقي ايجارها متواضع عادي، تلاقي شقه اي كلام في عماره فخمه عادي. ده هتلاقيه في التنوع ده كتير هتلاقيه. فانت دور على الشيء المناسب لك واعمله، ربنا يوفقك. طبعا انا وانا ماشي عمال ناس اللي بيرسم واللي بيسمع موسيقى، يعني في حد رسام اهو او مطور، المهم ما علينا، كل واحد بياكل العيش بالطريقه بتاعته اللي بتناسبه. طبعا النهارده انا طبعا بقالي اسبوع في بيتي، وان شاء الله باذن الله راجع بيتي التاني كمان يومين ان شاء الله، ما بصورش في البيت. هقول لكم السبب ان انا ليه ما بصورش في البيت، لاني للاسف زي ما في ناس حلوين وكويسين، المطر على فكره بدا ينبع، اه والله، المهم ما علينا، لاني زي ما فينا ناس كويسين كتير جدا، فينا بعض قله من الناس
اللي مش كويسة، عندهم غيرة وحسد وحقد. زايد عايش في أوكرانيا، زايد عنده البيت الفخم ده، إيه ده؟ فيبدأوا يعملوا عليك حملات من الإبادة زي ما بيقولوا، يعملوا عليك حملات من الشائعات وكلام غريب وعجيب. وقلت إن لو الناس دي قالت كلمة صح عن حياتي، أقسم بالله العظيم ما أفتح بقي وأقول لهم فعلا، قسما بالله العظيم، وهتحرك إن أنا هقول إن أنا كنت بكذب عليكم. لكن الناس دي عمالة بتألف، والله العظيم عمالين بيألفوا بيألفوا عشان يحطموك بأي وسيلة. للأسف طبعا مش عاوز أضايقكم، ولكن حبيت أقول لكم هذه القصة، وإن شاء الله بإذن الله هرتب وأعمل لكم يوم إيه ده، أنا هعمل لكم إن شاء الله شهر، عشان أنا ناوي عليها بأمر الله، نقعد وننبسط مع بعض في البيت ونشرب الشيشة في بيتي. ما هو أنت لما تكون في بيتك بتعمل اللي أنت عاوزه، تشرب شيشة، تقعد بالجلابية، تقعد بالبيجامة، محدش ليه عندك حاجة. لكن لو مش بيتك مستحيل هتعمل كده، مستحيل هتلف في البيت، مستحيل هتفتح بيبان، مستحيل هتتجرى. أنت جاي تشتغل في حتة معينة، هي الحتة المعينة بتاعتك. على فكرة المطر بصوا والله زاد في خاركوف، تلاقي طراز المعمار متنوع حسب احتياج الناس ونظامهم وثقافتهم. الناس ليه في أوكرانيا مش بيحبوا المباني الضخمة قوي؟ يعني تلاقي مساحة مكان أو بيت أو منشأة أو أي شيء، تلاقي سبحان الله كبيره دور أو دورين ثلاثة أربعة. إحنا ممكن بنحب قوي المباني 18 و20 دور و25 و30 والمش عارف إيه. لا هما لا، يعني أحيانا بتعجب حد مثلا يكون عنده 100 متر أرض، 100 متر يعني هات الشكل ده كده اللي هو بالظبط ماشي، سبحان الله تلاقيه باني عليها ناطحة سحاب. الأرض غالية عندنا، أنا معاك، والأرض برضو هنا برضو يعني في المدينة ما هياش رخيصة، فاهم؟ هتلاقي برضو في غلاء، خصوصا سنتر المدينة اللي أنا فيها حاليا ده، هتلاقي فيها أسعار الأرض غالية جدا، فاهم؟ أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، والله حاولت إن أنا بأريكم ثقافة أولاء الناس لا أكتر ولا أقل. خلي بالكم من نفسكم يا حرام. السلام عليكم.